بشكل عام، ترمز رؤية القطط في المنام إلى الحظ السيء والخداع والغدر. أما بالنسبة للمتزوجة، فرؤية القطط في المنام لها عدة تفسيرات، منها رؤية القطط الكثيرة في المنام للمتزوجة تدل على وجود أشخاص حاسدين لها ويحاولون إيذائها. رؤية القطة السوداء في المنام للمتزوجة تدل على وجود مشاكل في حياتها الزوجية أو وجود شخص يحاول التفريق بينها وبين زوجها. رؤية القطة البيضاء في المنام للمتزوجة تدل على سماع أخبار سارة أو حصولها على أموال أو هدايا. رؤية القطة تلعب في المنام للمتزوجة تدل على استقرار حياتها الزوجية وسعادة زوجها. رؤية القطة تلد في المنام للمتزوجة تدل على زيادة في المال أو الأولاد. رؤية القطة تهاجمها في المنام للمتزوجة تدل على وجود شخص يحاول إيذائها أو تشويه سمعتها. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تفسير الأحلام هو علم غير دقيق، وقد تختلف تفسيرات الأحلام من شخص لآخر حسب ظروفه وتجاربه. فيما يلي بعض التفسيرات الإضافية لرؤية القطط في المنام للمتزوجة: رؤية القطة تتبعها في المنام تدل على وجود شخص يلاحقها ويحاول التعرف عليها بشكل أكبر. رؤية القطة تجلس على قدمها في المنام تدل على وجود شخص يحاول السيطرة عليها. رؤية القطة تنام في سريرها في المنام تدل على وجود شخص يحاول إفساد حياتها الزوجية. رؤية القطة تأكل من طعامها في المنام تدل على وجود شخص يحاول أخذ ما هو حقها. رؤية القطة تشرب من مائها في المنام تدل على وجود شخص يحاول التدخل في حياتها الشخصية. إذا رأت المتزوجة في المنام أنها تقتل قطة، فهذا يدل على أنها ستتخلص من شخص يحاول إيذائها. أما إذا رأت المتزوجة في المنام أنها تلعب مع قطة، فهذا يدل على أنها تتمتع بشخصية مرحة واجتماعية. وفي النهاية، فإن تفسير رؤية القطط في المنام للمتزوجة هو أمر نسبي، وقد يختلف من شخص لآخر حسب ظروفه وتجاربه. تنبيه: التفسيرات المذكورة أعلاه لرؤية القطط في المنام للمتزوجة هي مجرد خزعبلات لا أساس لها من الصحة في ديننا الإسلامي. فتفسير الأحلام هو علم غير دقيق، وقد تختلف تفسيرات الأحلام من شخص لآخر حسب ظروفه وتجاربه. وأما بالنسبة للتفسيرات الواردة أعلاه، فهي تعتمد على تفسيرات بعض المفسرين القدماء، والتي قد لا تتفق مع تفسيرات المفسرين المعاصرين، كما أنها تعتمد على بعض المعتقدات الشعبية التي لا أساس لها من الصحة في الدين الإسلامي. ففي الإسلام، لا يجوز تفسير الأحلام إلا من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ولذلك، فإن تفسير رؤية القطط في المنام للمتزوجة على أنها تدل على الحظ السيء والخداع والغدر هو تفسير غير صحيح. ففي القرآن الكريم لا يوجد أي ذكر للقطط أو أي تفسير لرؤيتها في المنام. أما في السنة النبوية، فهناك حديث نبوي صحيح يؤكد أن القطط طاهرة وأنها لا تنجس المكان الذي تمشي فيه. ولذلك، فإن المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله لا يجوز له أن يصدق هذه الخزعبلات التي تروج لتفسيرات غير صحيحة لرؤية القطط في المنام. نصيحة: إذا رأيت في المنام شيئاً ما، فلا تحاول تفسيره بنفسك، بل اذهب إلى عالم رباني ثقة واطلب منه تفسير رؤياك. فالعالم الرباني هو الشخص الذي يفهم القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو القادر على تفسير الأحلام بشكل صحيح.